اخويا يلا امشي وحدي ولا المنطور اخويا. محمد محمد سيلاس موتر سيلاس يلا سكات سيكادري سيكادري كاميرا اب اوكي يلا واحد جوج ثلاثة مغربي دمو سخون تقلقوا كيتقلق قول له ولدي هذا صافي عاد قلنا لهم سكات كلشي سات ما بغاو يهضروا كلمة الولد رحمنا مع السي سعيد قول شي كلمة الولد رحمنا هادشي كله عندي فيلم مديور على ولد رحمنا لأن الملف ديال هاد الكاريان هذا أكثر من ما عرفت شحال من عام هادي وتعطى شحال من الوزير وباقي كنشوفوا الناس ساكنين في أماكن اللي هي زعما حالة مزرية اللي حنا ما يمكنش أنا ندخل داري وعندي كل شيء ومسقف داري مزيان وواحد اخر عايش تحت القسطير وعايش تمرا من انا اذا انا ما غنكونش بحس المغربيه ديالي الا ما كانوش المغاربه كلهم عايشين معاه وما يمكنش يشوف واحد ما خدام شوم شومر وواحد اخر خدام ولا واحد تدخلوا عنده مشاكل قوت لولاده ولا واحد كيداوى واحد ما كيداواش هذه مساله كتضر الفنان بصفه عامه وكتضر كل واحد كل مواطن عنده غيره على بلاده والاخوان المسؤولين ردوا لينا ديالنا في الكاريان ورحنا جنا السينما باش توصل لينا الفكره ديال ردوا لينا ديالنا اللي كان خير هو